صرح رئيس حزب النور محمد إبراهيم منصور بأن الانتخابات الرئاسية التي بدأ اليوم التصويت فيها ظهرت بصورة جيدة ومشرفة تليق بمصر. وأكد منصور التي بدأت اليوم التصويت فيها ظهرت بصورة جيدة ومشرفة. يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وأعلن المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أن الهيئة قد تلقت ما يفيد بوجود إقبال كثيف من جانب الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك ثمة شكاوى من شأنها عرقلة سير العمليات الانتخابية. وبدأت في تمام الساعة 9 من صباح اليوم لجان الاقتراع على مستوى محافظات الجمهورية أعمالها في استقبال الناخبين، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، ويستمر التصويت من 9 صباحا وحتى 9 مساء، وتم تحديد يوم 13 من ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان في بيان أن الهيئة تتابع على مدار الساعة انتخابات رئاسة الجمهورية، وأوضح البيان أن التقارير الصحفية والإعلامية الأجنبية والمصرية التي تتابعها الهيئة أشارت إلى أن العملية الانتخابية تسير في مختلف أنحاء الجمهورية بصورة منتظمة، ولوحظ وجود كثافات كبيرة أمام مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر. وأضاف رشوان أن هذه التقارير أكدت أن جميع لجان الاقتراع الفرعية قد فتحت أبوابها للناخبين دون استثناء واحد. وذكر رشوان أنه يشارك في تغطية هذه الانتخابات 528 مراسلا صحفيا لوسائل إعلام أجنبية، من بينهم 462 مراسلا مقيما و102 زائرا لتغطية الانتخابات، ويمثل كل هؤلاء 110 مؤسسات إعلامية. تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمتابعة الانتخابات الرئاسية متابعة ورصد عملية التصويت من خلال فريق متابعة من حوالي 20,000 متابع ومتطوع. وقامت الغرفة بمتابعة ورصد عدد 7,630 لجنة في 27 محافظة، حيث لم يتم رصد أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على سير العملية الانتخابية. ورصد متابعو التنسيقية تزايد الإقبال في معظم المحافظات، بينما تم رصد تفقد عدد من المنظمات الدولية للجان الانتخابية في عدد من المحافظات لمتابعة العملية الانتخابية.
تقدم تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا بالشكر والتقدير للشعب المصري على المشهد الديمقراطي والنزول بكثافة غير مسبوقة لاختيار من يمثلهم في الفترة القادمة لرئاسة مصر. وأشار بيان التحالف إلى أن نزول الشباب والمرأة وذوي الهمم والرجال بهذه الكثافة لاختيار من يمثلهم هو دليل على أن الشعب المصري يمتلك القدر الكافي من الوعي وحب الوطن. انطلقت أعمال ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة أولى أيام التصويت في الانتخابات، ذلك من خلال فريق للمتابعين الأجانب ممثلين عن 34 دولة. وشهد متابع الائتلاف كثافة عددية أمام أغلب مقار التصويت، كما لاحظ الائتلاف وجود تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مع توفير بطاقات مصممة بطريقة براير لمساعدة أصحاب الإعاقة البصرية في ممارسة حقهم الانتخابي. أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها تتعامل مع الحملات الانتخابية كافة بحيادية تامة، وتقوم بتغطية العملية الانتخابية من خلال قنواتها العامة والإخبارية من أرض الواقع، ومن خلال كاميراتها المنتشرة في نقاط متعددة على مستوى الجمهورية. ورصدت غرفة المتابعة أخبارا مغلوطة عن منع بث أو منع أخبار بعينها، سواء لمحتوى معين أو رصد لحشود أو مشاهد معينة للناخبين والمؤيدين للمرشحين الأربعة. وبناء عليه تنفي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مثل هذه الأخبار المغلوطة لتؤكد الالتزام الإعلامي بالأكواد الإعلامية وما يتسق مع القواعد المنظمة للعمل الإعلامي وكافة مواد الدستور. أدلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، ذلك في مقر لجنته الانتخابية بمصر الجديدة. كما أدلى المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بصوته في مقر لجنته الانتخابية. كما أدلى المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بصوته أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة بدر بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة. كما أدلى المرشح الرئاسي حازم عمر بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كل التحية والشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على ما بذلته من مجهودات خلال سير العملية الانتخابية. جاء ذلك خلال تصريحات لرئيس مجلس الوزراء عقب إدلائه بصوته الانتخابي بالانتخابات الرئاسية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد مدبولي أن هناك تاريخا جديدا يكتب لمصر بعد تحويل العاصمة الإدارية لواقع على الأرض. أكد وزير الداخلية محمود توفيق أن كافة المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمني وأن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم. وخلال الإدلاء بصوته أكد وزير الداخلية أن كافة أجهزة الوزارة في حالة استنفار قصوى لتهيئة الأجواء لسير العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بالدولة، وإتاحة الفرصة أمام كافة المواطنين للإدلاء بأصواتهم في مناخ آمن. We'll be right back.
أدلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة.